يهاجر الشباب من بلادهم بحثاً عن تحقيق أحلامهم، وها هو رائد الخازن يعود من نيويورك إلى بيروت بعد طول غياب محققاً أحلامه الموسيقية. السبب اللي جيت فيه لهون أما اللي حابب يكون فيه هلأ بلبنان، أنا حسيت أنه 4 سنين تعليم ببوسطن وعشر سنين عيشة بنيويورك أعطوني a lot of experience. يعني عم جرب أنقل شوي من هالتجارب للشباب الأصغر يلي هون يلي ما عندهم تشانس يعملوا هيدا الشيء. رائد من الجيل الذي مرت عليه الحرب، ولكن حبه لبيروت وشارع الحمراء تحديداً إضافة إلى التجارب التي عاشها في الخارج تبقى النواحي الطاغية في موسيقاه. ما كثير بفكر أنه حالة حرب والدراما بتعمل الواحد فنان أحسن أو مش حتى أنا أتعلم موسيقى، أتعلمت كثير إشي عن حالي وعن الحياة. بالنسبة لي كل شيء موسيقى، هندي، جاز، ربيان بلبنان، يعني ربيان عم كلثوم وعبد الحليم وفريد الأطرش وفيروز، كل هول تجارب بالحياة حمص وفول وتبولي بيطلعوا بالموسيقى كلهم. عزف رائد مع صديقه الإيطالي دانيال كامارادا في نيويورك، ومؤخراً عزف مع زياد الرحباني، وشارك في ألبوم أميمة الخليل، وألف موسيقى فيلم قصة ثواني Blind Intersections. بعرف أقرأ بس أنه مني سيسيونيست، أنه بتحطي لي وبقرأ لك إياه وبفل، بدي أفهمها موسيقياً وأحفظها موسيقياً تا أقدر ألعبها. إذا ما منتطلب من كل شخص مشتغل معه الماكسيموم اللي هو بيقدر يعطيه، ما بنكون عم نستفيد شيء. لازم تكوني متطلبة من حالك ومن اللي حواليك. تسقط أهمية المنافسة في الموسيقى بحسب قول رائد أمام أهمية تواصله مع الجمهور من خلال عزفه على آلته. ساندرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت.